هنشوف مين عنا على الاستقبال. تمام. بص معايا كده. ده والدي الله يرحمه. مين ده يا والدي؟ بابايا. بقاله متوفي قد ايه؟ توفي بقاله سنتين اهو، لان انا كنت في كان عندي حفلات في دبي. وقطعت الحفلات ونزلت، وهو يعني قبل ما اسافر انا زورته وكده، كان بعيد عنك السرطان خلاص بقى متفشي بيه. متفشي في جسمي. كنت قريب منه؟ ده الخير والبركه بتاعي ده. كنت قريب من بابا؟ ده دعوته معايا فوق كتير. انا عملت حوالي بتاع يعني عملت اتقلبت حوالي 5 مرات بالعربيه. انت؟ والله بدعواته الله نجد. والله والمصحف كان اللي طلع لي من العربية البي ام دي كده، يقول لي انت طالع منها ازاي كده، مرة طير من شباك، مرة الاقي نفسي محدوف في جنب كده. دعوات الراجل الطيب ده. اللي بحشك فيه؟ والله حاجات كتير. ايه كل حاجة في ايه اللي فقده؟ تستفد ايه؟ عارفة كنت اكلمه كده يقول لي تاكل ايه؟ ايه اللي انت عايزه خلي امك تعمله لك. الله يرحمك يا ايه اكتر حاجة طارق وجعك بغياب والدك؟ ايه اكتر حاجة وجعك بغياب والدك؟ يا انا عارفة كان بيهون عليا، بس حاجات كتيرة بصراحة، بعيد عن الشغل برضو والماديات والحاجات دي. عارفه يعني هو في حته وانا في حته، يعني هو في حته شيخ قوي واحنا في حته شغل، في ناس بتنظر لها نظره تانية. بس هو كان فرحان ان انا طارق الشيخ، ان طارق الشيخ ده ابني، حتى في وسط اصحابه اللي هم شيوخ برضو شيوخ جوامع مبسوط ان انا ابنه، وهم يعني اصحابه كلهم كانوا اصدقائي وكانوا يدعوا لي. يعني شو انت عارفه لما يبقى حوالين منك 6 7 شيوخ كده بيدعوا لك، وكانوا يجوا يزوروا في البيت في عندنا في الشرابيه، وكانوا لازم يشوفوني، ويقعد بقى واحد واحد منهم بقى بص اعمل كذا ووديه لفلان، واعمل ده اعمل كذا ووديه الجامع كذا، وده اعمل كذا ووديه الحته الفلانيه، سمعا وطاعا. فلحد دلوقتي بدعوات وبدعوات الناس اللي معاه دي وبدعوات امي، عارفة مهالك كتيرة قوي ربنا نجى الواحد منها. نجاك منها قوي. هو رباك بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي انت بتربي أولادك فيها طارق؟ لا والله، أنا والدي ده ربنا على إننا كلنا نتغدى في طبق واحد ونتعشى في طبق واحد، مفيش حاجة اسمها أنا أكلت، وفي حاجة اسمها الورك ده بيحب الورك بتاع الفرخة، ده بيحب الجناح، ده بيحب الزور، ده بيحب الحتة من الصدر، ده مفيش حاجة اسمها ده كل الحتة بتاعته كده. ربنا على قول كل واحد خلاص، ده حقك حقك، نصيبك ده نصيبك خلاص. النهاردة في لحمة في لحمة، النهاردة في بطاطس محمرة في بطاطس محمرة، النهاردة في اللي هو الفول الأخضر الحراتي ده في النهاردة في جبنة في جبنة، النهاردة في سمك في سمك. بس انت طريقتك مختلفة مع اولادك؟ انا صح؟ طريقتي مختلفة مع اولادي، بس انا حابب الطريقة دي. طب ليه ما اعتمدتش نفس الطريقة؟ ما انا ما اقدرش، لان اللي يتبع نفس الطريقة ده يقولوا عليه مجنون دلوقتي للاسف. ازاي؟ يعني في حاجات اتكلم فيها يقولوا يا بابا ده انت راجعي قوي، اقول لهم حاضر، لان انا ولا بعرف امسك تليفون ولا اعرف اخش على نت، يعني انا باجي اخش على صفحتي بالعافية يعني بتوه كده، واقعد اتابع مع الناس وبتاع، والناس تتابع معايا مع الناس اللي ماسكين معايا الصفحة وكده. انما يعني كنت بعيد فترة عن الموضوع ده اهو، لحد ما لقيت كله خلاص بقى، لا يا عم لازم يبقى لك صفحتك وقناتك. والحمد لله اهو. انما تربية هنا دي تربية مختلفة. لا مش مسألة تربية مختلفة، اختلفت عن عصر. تربية هنا كان فيها قناعة، ودي أهم ما في التربية دي. قناعة اللي هي احنا فيه اللي نقتنع باللي ربنا مديهولنا. لأن أنا عمري ما حطيت في دماغي، يعني طول عمري حاطط في دماغي إن والدي ده راجل موظف وتمام، فأنا عايش على المبدأ ده.
ولادي طلعوا عاشوا على مبدأ إن أبوهم طارق الشيخ بيصرفوا، بس مش مبدأ إني برضه هو متربي تربية بسيطة عادي. احنا في عز ما كسبنا فلوس ضيعناها برضه في حاجات فاضية.